وانضم لنا من غزة مراسل غدة حازم البنا. حازم، دعنا في التفاصيل، مما تتكون هذه المرحلة الثانية وكيف تنعكس على المواطن الغزاوي؟ نعم، مساء الخير. يعني كما نلاحظ في هذه الأثناء غزة تتابع حدث مهم يتعلق بمسألة إعادة إعمار قطاع غزة بعد العدوان الأخير في مايو الماضي. في هذه اللحظات يستعد الوفد الهندسي المصري الفني المتواجد هنا في مقر اللجنة المصرية للإعمار في فندق المشتل في قطاع غزة، بالإضافة إلى مجموعة من رجال الأعمال والممثلين عن المؤسسات الأهلية وأيضا الفصائل لحضور حفل تدشين المرحلة الثانية من الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، والتي تتمثل ببناء الكورنيش الساحلي في منطقة شمال قطاع غزة الممتد من منطقة السودانية إلى الواحة شمال قطاع غزة بطول كيلومترين. هذا الأمر مهم جدا على اعتبار بأن هذه المنطقة غير مهيئة وتحتاج إلى عملية إعمار، وتضررت بفعل العدوان الأخير على قطاع غزة، إضافة إلى مسألة بناء المدن السكنية الثلاثة المصرية التي أعلن عنها في خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عبر المنحة المصرية التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتبلغ نصف مليار دولار. هذا أمر مهم جدا على اعتبار بأن الفلسطينيين في قطاع غزة حتى هذه اللحظة لم ينجزوا من مسألة إعمار قطاع غزة سوى 30% تتعلق فقط بما تضرر جزئيا. نحن نعلم بأنه قطاع غزة شهد تضرر عدد كبير من المنازل، الدمار الكلي في الوحدات السكنية بلغ 1500 وحدة سكنية تضررت بشكل كلي، 56,000 وحدة سكنية تضررت بشكل جزئي، 30% فقط ما تم إنجازه. القطاع الصناعي، القطاع الزراعي لم يتم حتى هذه اللحظة الشروع بإعادة الإعمار فيه. لذلك يقول المسؤولون هنا في وزارة الأشغال في قطاع غزة والإسكان التي تشرف على عملية الإعمار بأن سلطات الاحتلال يعني تضع عراقيل في مسألة تحويل أموال المانحين إلى قطاع غزة. اللجنة المصرية اليوم لإعادة الإعمار وعبر هذا الوفد الهندسي المصري ستقوم ربما بتدليل هذه العقبات بمحاولة وضع ثقل السياسي والدبلوماسي للشروع في هذه المرحلة الثانية المهمة، والتي من شأنها التخفيف من الحالات الإنسانية الحرجة التي تسبب بها العدوان الأخير على قطاع غزة. عدد كبير من العائلات ما زالوا يسكنون في العراء، البعض الآخر يتأجر وحدات سكنية وتكبد أعباء مالية. لذلك هذه مرحلة مهمة، وانتظر الفلسطينيون الإعلان عن مزيد من المشاريع المصرية التي لها علاقة ببناء عدد من الجسور لتسهيل حركة المرور في قطاع غزة. شكرا جزيلا لك من غزة مراسل الغد حازم البنا.